بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 28 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أحكام السترة في الصلاة ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 6 من ذي الحجة 1411 هجري، الموافق 19 من الشهر 1991 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالأحكام كثير منها يختلف شرعا بحسب صورة الحكم أولا والنية المقترنة بهذه الصورة ثانيا. فقيام الرجل صاحب الدار لخدمة ضيوفه فهذا أمر مستحسن ومشروع، أما قيامه إكراما وتعظيما لشخص ما أو أشخاص ما فذلك أمر غير مشروع. لذلك فعلى كل مسلم وبخاصة إذا كان طالب علم أن يراعي صفة ذلك الحكم أولا والنية التي ينبغي أن تكون مقترنة به ثانيا. فقيام رب البيت وصاحب الدار بخدمة الضيوف هذه سنة جرى عليها عمل السلف الصالح، فهو أمر داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما إذا كان القيام تعظيم كما قلنا لشخص أو أشخاص فحين ذاك هذا القيام يكون ممنوعا شرعا لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر جالسا،
وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم هكذا أن يجلسوا، فصلى بهم جالسا وهم معه جلوس. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته أقبل إليهم قائلا: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فارس فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. انتهى هنا حديث جابر، وهو كما قلنا في صحيح مسلم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المصلين الذين قاموا خلفه قائمين بأن يصلوا معه جالسين، علما أن قيام المصلي في الصلاة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذا الركن، كما قال عز وجل: وقوموا لله قانتين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع جالسا، فإن لم تستطع على جنب. فمع كون القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، مع ذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسقط هذا الركن عن القائمين خلفه في صلاة الفرض. لماذا؟ لكي لا تتجلى تلك الصورة التي أشار إليها في قوله لهم: إن كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. مع ظهور الفرق، كل الفرق بين جلوس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقيام أصحابه خلفه، أولا هو جلس يصلي وهم قاموا يصلون، ثانيا هو جلس مضطرا ولم يجلس استكبارا، ثالثا أصحابه ما قاموا خلفه معظمين له، وإنما معظمين لرب العالمين الذي قال في القرآن كما سمعتم آنفا: وقوموا لله قانتين. مع اختلاف الصورة بين الرسول عليه السلام وأصحابه من جهة، وصورة كسرى وأصحابه من جهة أخرى، فكسرى يجلس على كرسيه والوزراء والحاشية يقومون خلفه وحوله قائمين تعظيما له. مع اختلاف القصد والغاية من كل من الطائفتين، مع ذلك أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستمر أصحابه يصلون خلفه قياما، وإنما قال لهم: اجلسوا. ووضع لكل المصلين على مر السنين هذه القاعدة:
إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لهذا ينبغي أن نلاحظ أن القيام إذا كان من أجل تعظيم كما هو شائع اليوم في كثير من المناسبات فهذا أمر منهي عنه وخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى هنا إلى هنا يا حسين، أولا بتسد الباب على الداخلين، وثانيا نتقارب بالأبدان حتى نتقارب بالجنان. كيف حالك؟ وقد صح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وأنا أعتقد أن من كان من أهل العلم حقا فهو سيكون من ورثة الأنبياء، كما قال عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء. ولكن هذه الوراثة لا تتحقق إلا بشيئين اثنين: الشيء الأول أن يكون العلم الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما صافيا ليس مخلوطا بالآراء والبدع والمحدثات من الأمور، لأنه حين ذاك لا يكون وارثا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون عاملا بعلمه، ولا يخالف قوله فعله وفعله قوله، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعالم حقيقة يعلم أن من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعتموه آنفا وهو يصلي معذورا جالسا، وأولئك يقومون معذورين أيضا لله رب العالمين، مع ذلك يقول لهم: اجلسوا حتى ما تكون هناك مشابهة بين هذه الطائفة المؤمنة وتلك الطائفة الكافرة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما سمعتموه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقومون له. لما؟ جاء الجواب في نفس الحديث: لما يعلمون من كراهيته لذلك. فمن كان وارثا محمديا حقا في العلم النافع أولا والعمل الصالح ثانيا، يتجلى ذلك في كل حركاته وسكناته، ومنها أنه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره من أصحابه أن يقوموا له وهو أحق من يستحق التبجيل والتعظيم، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا
ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمما لا شك فيه أن أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون حقه كاملا وافيا غير منقوص، ولكن هل كانوا يقومون له؟ عرفتم أن الجواب لا. ولما؟ لأن ذلك ليس من حق أتباع العالم للعالم، فليس من حق هذا العالم عليهم أن يقوموا له كلما دخل. فإذا هذا القيام للعالم ينبغي أن يكون مكروها، لأنه كان مكروها من النبي صلى الله عليه وسلم. أن صاحبك هنا الله يهديك. بسم الله. وهذا البحث في الواقع طويل الذيل، ولكن أكتفي بما ذكرته بتلك المناسبة، ولكن أختمه بأبيات من الشعر. حيث مر أحد العلماء بأحد الأفاضل وهو في دكانه، وهذا الفاضل يعلم من ذلك العالم أنه يكره القيام لما سمعتم من البيان، فقال معتذرا: لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو أن لا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. قال العالم لصاحبه وهو يماشيه، وصاحبه شاعر، والعلماء لا يحسنون الشعر في الغالب، لكن هذا الصاحب الشاعر متشبع بعلم هذا العالم في مسألة القيام. قال العالم لصاحبه الشاعر: أجبه عني. فقال على البديهة: أنت إن كنت لا إله إلا الله، كيف؟ ايوه المره مع انه كررناها مرارا لما نبطل. اي نعم. ان كنت ظاهر ذهبا من بالي الشطر الاول منه، فاعفني الان من قيامك هذا اولا، فساجزيك بالقيام القيامه، وانا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. هذا كلام عالم فعلا، أن العبرة بما في القلوب، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نصب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. وجرت نكتة بهذه المناسبة هناك في دمشق الشام،
حدثني أحد العبيديين أصحاب مكتبة العربية الهاشمية اسمه حمدي عبيد رحمه الله، قال حضرنا حفلا أو دعينا إلى حفل، فأجلسونا في الكراسي الأمامية، فما طال الوقت بنا حتى سرت إشاعة الآن يدخل الأمير الفلاني، فتوجهت العيون إلى الباب الكبير باب الحفل، فدخل الأمير وقمنا وبقينا قائمين حتى جلس الأمير في صدر المكان وجلسنا. قال ما كنا نجلس حتى سرت إشاعة أخرى الآن يدخل الباشا الفلاني، ودخل الباشا الفلاني فقمنا واستمرنا قائمين حتى جلس. ما كنا نجلس إلا سرت إشاعة أخرى الآن يدخل الوزير الفلاني، وهكذا تكرر منهم القيام القعود. الشاهد صاحبي يقول لي يا أخي ما شعرت غير كأنه في زنبرك نابض من تحتي بيرفعني وبيقعدني. بعدين قلنا هي شغلة طويلة، أحسن شيء والله نأخذ بالسنة اللي سمعناها من الشيخ الفلاني. فبقيت كل ما دخل واحد بقيت في مكاني جالس، فبالسنة استرحنا وبالسنة ستكون راحة الأمة الإسلامية. هذا مثال يتعلق في جزئية بسيطة جدا، لكن بالسنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فنسأل الله تبارك وتعالى أولا أن يعرفنا بالسنة والسنة الصحيحة، لأن هنا بحث طويل، هناك سنن يظن الناس هي من السنن وليست من السنة في شيء، لأنه قد دخل في السنة وفي الحديث أحاديث لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول نسأل الله عز وجل أن يعرفنا وأن يعلمنا السنة والسنة الصحيحة أولا، ثم أن يلهمنا العمل بهذه السنة ثانيا، حتى لا يكون علمنا حجة علينا. وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السلام عليكم ورحمة الله. أما هذه فخلاف السنة. نعم نعم. أول أسئلة كثيرة وأرجو الإخوة أن يسمحوا لنا، مضت فترة ولم نسأل. بس أنا ألفت النظر أن السؤال لصاحب الدار ومن يلوذ به أولا، فإن لم يكن هناك سؤال فحينئذ من سبق إلى مباح فهو له. صاحب الدار باهتب لها فرصة. نعم. صاحب الدار مش موجود. نعم. يلا اضحك بعضك. نعم. السؤال الأول، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يقطع الصلاة الحمار والمرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من أبيض؟ قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. السؤال في هذا الحديث، المرأة الحائض هو كل امرأة بلغت سن الحيض، فما حكم مرور الزوجة من أمام زوجها في البيت أو الابن الحائض؟ فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة؟
الحديث كما سمعت ما خص امرأة غريبة عن الزوجة، فكل امرأة إذا مرت بين يدي المصلي فهي تقطع الصلاة. لكن أشكل علي قولك والبنت الحائض، أنت تفهم أن الحائض في بعض طرق الحديث هذا اللفظ كناية عن بلوغها سن التكليف، إذن بلاش نقول الحائض حتى ما يشكل على بعض السامعين ويفهم هذه الكلمة على غير المراد الرسول عليه السلام لها. فنقول حين ذاك كل امرأة بالغة سن التكليف إذا مرت بين يدي المصلي لا فرق بين أن تكون زوجة محرما أو أجنبية، كل امرأة تمر بين يدي المصلي فالصلاة تنقطع أي تبطل. ولكن إنما تبطل هذه الصلاة بشرطين اثنين. الشرط الأول إذا لم يكن بينه وبين القبلة سترة، فلو مرت المرأة أو أي شيء آخر ذكر في حديثك مر بينك وبين السترة فذلك لا يضر، لأن السترة هي الحامية، حامية شرعية من تعريض الصلاة للفساد والبطلان. هذا الشيء الأول، إنما تبطل الصلاة بمرور المرأة إذا لم يكن بين يديه سترة. الشيء الثاني إذا كان مرور المرأة بين المصلي وبين موضع سجوده، إذا كان مثلا الساجد بين ساقه وبين موضع سجوده متر مثلا، وهذا بطبيعة الحال يختلف من قصير القامة إلى طويل القامة، من صغير من كبير إلى آخره. فإذا مرت المرأة وراء موضع السجود ونفترضه بين ساق المصلي وموضع سجوده متر، فمرت المرأة وراء المتر فلا يضره، لأن المرأة لم تمر بينه وبين موضع سجوده. هكذا الشرط قطع الصلاة. وقطع الصلاة له مرتبتان، قطع بمعنى الإبطال وهذا هو المقصود في هذا الحديث، وقطع بمعنى تقليل فضيلة الصلاة وأجر الصلاة، وذلك شامل لكل مصل يصلي دون أن يتوجه إلى سترة. ولو صلى مصل إلى غير سترة فمر أي شيء بين يديه ولو غير هذه الثلاث فصلاته ناقصة، صلاته ناقصة ولكنها ليست باطلة إلا بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود. هذا جواب ما سألت. السؤال الثاني، تقريب الأستاذ بموضع السجود في عليه دليل؟ الدليل هو يؤخذ من ملاحظة أن بين يدي المصلي يمتد إلى عشرات الأمتار، ولا يمكن أن يقال بإبطال الصلاة مهما كان المرور. هذا أولا. وثانيا السنة أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بينه وبين موضع سجوده والتعبير في الحديث مصلاه ثلاثة أذرع،
فبعد الثلاثة أذرع يكون إيش؟ السترة. فإذا المرور إنما يكون المبطل بين المصلي وبين موضع السجود. فإذا اتخذ السترة فكما قلنا آنفا السترة هذه تمنع من قطع صلاته بمعنى الإبطال من الأشياء الثلاثة، وتمنع تقليل الأجر كما قلنا بأي شخص يمر ولو كان المار رجلا أو كان شابا أو كان طفلا أو طفلة. ومن فوائد السترة أنه إذا قام أحدنا يصلي وكان بين يدي سترة وأراد أحدهم أن يمر بين يديه فله أن يعطيه إشارة الحمراء أي ممنوع المرور، فإذا أبى إلا أن يمر رغم أنف المصلي يقول الرسول عليه السلام فليقاتله فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فمن الأمرين الذين ذكرناهما قلنا بأن المرور الذي يضر هو بينه وبين موضع سجوده، ولا لا يمكن ضبط الموضوع في الصحراء. أعطي باليمين بارك الله فيك. بدأ الحكي الآن أنا شايف. حدث معي في مكة. نعم. حدث معي في مكة. كنت أصلي صلاة العشاء في كنت أخذ صلاة المغرب قبل ما يجي العشاء. كنا نازلين من المرة ولحد صلاة المغرب قبل ما يأتي العشاء. وكان قدامي إيش شرع والشرع عليها حياة كثيرة وقنادر كثيرة. وأنا نام وبصلي قاعد أجاني يمني أشرت إلى هيك رجعت داومت في الصلاة. أجا ثاني مرة رديت في إيدي هيك وقع. لما وقع أنا ركعت، لما ركعت أضربني كف بالهاتف أضحك وابني علي قام بدو معي ابني علي قام بدو يضرب وقلت له وبعد ضربني الفرد. بس أنت لماذا أفسدت صلاتك؟ والله ضربني بعد القطر. أنا أول مرة هيك أشرت وقف قاعد قلت له هيك وأنا ما الصلاة رب دبعها أنا وقلت في جهاز ولم يوقف من وقف خفيفين وقليلين. وأنت؟ لما قلت لما طاح وقف راح لا بعدين أنا هفيك الساعة ثلاثة وقعد على سياسته وهذا يعني كان بدي اياه قلت لا اتركه. إلهكما مخطئ، انت اخطات بإبطالك لصلاتك وهو اخطا بضربه اياك. تفضل. ما رايك في من يقول بالنسخ الضمني للحديث بما استدل به من مقام عائشة رضي الله عنها عند صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بين يديه، وبما رواه الإمام أحمد لما جاء يمر حمار في حديث أنس من بين يديه فسبح رجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من المسبح آنفا؟ فقال إني سمعت أن الصلاة يقطعها مرور الحمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. حديثك الثاني ضعيف لا يستحق البحث، ضعيف سندا وباطل متنا لأنه يخالف حديث مسلم الصحيح والذي جاء السؤال عنه من أبو أحمد هنا في أول الجلسة، ولفظه قال عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود.
قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. هذا حديث صحيح، وحديثك الثاني ضعيف سندا وباطل متنا لمخالفته لهذا الحديث الصحيح. أما الحديث الأول، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الليل، وعائشة معترضة بين يديه، هذا حديث صحيح لا يغار عليه، ولكن لا يصح الاستدلال به لمخالفة قول الرسول الصحيح يقطع صلاة أحدكم إلى آخر الحديث وذكرته آنفا. استريح يا أخي حتى نستريح معك. أنا ما جهز الصلاة. كيف؟ تجهزوا هذه الصلاة لقد تعني إن شاء الله. طيب. لسببين لا يصح المعارضة، لسببين. السبب الأول، واضح جدا ولا يحتاج أيضا إلى الوقوف عنده كثيرا، لم يقل الرسول يقطع صلاة أحدكم إذا صلى إلى امرأة، وإنما قال إذا مر بين يديه. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر المرور، إنما فيه صلاة الرسول إلى زوجته وهي نائمة بين يديه، فلا يجوز ضرب الحديث الصحيح الصريح في الدلالة على أن مرور المرأة يقطع الصلاة بحديث صحيح ليس فيه مرور. واضح هذا؟ طيب، يبقى الشيء الثاني، لو كان هناك حديث صحيح وهذا لا وجود له، أن الرسول عليه السلام كان يصلي، وأكرر لا وجود لهذا الحديث، لكني أبين كيف يمكن التوفيق بين الأحاديث الصحيحة، وأنه لا يجوز ضرب بعضها ببعض. لو فرضنا أن هناك حديثا صحيحا يقول بأن الرسول عليه السلام بينما كان يصلي إذ مرت امرأة بين يديه، هذا صريح في ظاهره في مخالفة الحديث الصحيح في مرور، مش في صلاة إليها، لا. حينئذ أيضا لا يصح أن نقول هذا الحديث يعارض الحديث الأول. يمكن الجمع بطرق كثيرة وكثيرة جدا، ولا أريد أيضا أن أقف هنا حتى نشوف عند أخواننا ما عنده من أسئلة أخرى، وإنما أقول ليس في هذا الحديث المفروض أن المرأة مرت بينه وبين موضع سجوده، واضح؟ وعلى ذلك فقط ثبت. هذا سؤال طيب. الحقيقة وأنت لا تخطئ أخذت بيدك اليسرى، أيوة، وأنا أنبهك في هذه لكي لا تقع في أخرى وتشرب اليسرى. الحديث السؤال هذا قلت صحيح ومهم، لكن حقيقة سبق الجواب عنه في نفس الحديث الذي ذكرته أخيرا، ولكن ولا مؤاخذة، نحن عرب لكن صرنا أعاجم بسبب غلبت علينا اللهجة العامية، أما اللغة العربية الفصحى ما نفهمها. وأعيد الحديث السابق، قال عليه السلام يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه، هي سترة،
إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. أنت ما بتعرف وأنت معذور لأنك مالك بدوي، مالك عربي أصيل عايش في الصحراء. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد. شو معنى بقى مؤخرة الرعد؟ هل راح تتذكر الشيء اللي راح أترجم لك إياه أو أشرح لك إياه؟ لابد شفت بزمانك ناقة أو جمل وراكبها الراكب، السرج للفرس، الرحل للناقة أو الجمل. هذا الرحل الذي يوضع على ظهر الناقة أو الجمل له عصايتين، واحدة قدام واحدة وراء، صح؟ الأمامية بلف رجله وبصير قطعة واحدة هو مع هذا الرحل، مهما هجت الإبل بتم هو قطعة واحدة، لا يمكن أن يميل يمين أو يسار. والقطعة الأخرى بيعلق عليها متاعه وزاده. فهي مؤخرة الرحل بتكون طولها شبر شبر ونص، ما يزيد عن ذلك. فلما بيقول الرسول عليه السلام هذا الكلام هو بيخاطب طبعا العرب اللي عايش معهم ونزل القرآن بلغتهم، فبيقول إذا كان بين يدي المصلي عصاي مثل مؤخرة الرحل طولها شبر شبر ونص فلا يضره ما مر، وبالعكس إذا لم يكن يضره ويقطع صلاته. قد يرد سؤال بعد ذاك السؤال، هل يشترط في هذه السترة سخان معينين؟ الجواب لا، إنما يشترط فيها ارتفاع، ارتفاع شبر شبر ونص. أما دقيقة، خميلة، ساربة، عمود، شجرة، إيش من كان يكون، صخرة، كل ماشي، بس المهم يكون مرتفعة عن الأرض شبر ونص بالقليل. هذا هو الجواب. لنخلص منها. تفضل. نعم. السؤال الثاني. طيب إذا أنت كنت بتصلي وإجت بنتك بحضنك وهي كانت على نجاسة، يعني بنت صغيرة، هل تبطل صلاتك؟ السلام عليكم وبركاته. انت شو صويت فيها؟ يعني كنت أصلي، كنت أصلي وإجت بنتك وإجت قعدت بحجرك وانت بتصلي وانت ما بتقدريش انها نتس، يعني أوعيها نسات ولا مش نسات، وزحت شوي وكملت صلاتك، فهل تجوز صلاتك أم تكون باطلة؟ لا، هو بقى صح السؤال لازم يكون انه وهي ثيابها نجسة. لا بس انت عم تقول ما بتعرف. انا ما بعرفش. طول بالك، في فرق بين سؤال وسؤال، لانه لما بتقول لك ما بعرف بقول لك صلاتك صحيحة حتى تعرف انه ثيابها نجسة. فاذا كانت ثيابها نجسة تعرف هذا فيجب عليك ان تبعدها عنك، أما ما تعرف لا هيك ولا هيك فصلاتك صحيحة. ظهر لك الفرق؟ تفضل. ما حكم الزواج من النصرانية؟ الزواج من النصرانية طبعا هم يعني أهل الكتاب. نعم. بس بالنسبة لهم طبعا هذول بقول لك باسم الأب والابن والروح القدس، ما في إشراك. نعم. فما حكم الزواج من النصرانية؟ طبعا السؤال هذا اسمه في لغة الفقهاء تحصيل حاصل، لأنه هذا منصوص عليه في القرآن الكريم. فهل أنت تسألني عما هو منصوص في القرآن الكريم وربنا يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هل يجوز ولا لا يجوز، وهو بيصرح بجواز ذلك؟ ما أظن سؤالك هذا، إذا لازم توضحني شو سؤالك. يعني النصارى بقول باسم الآب. أنا فاهم يا أخي. الآب والابن والروح القدس. أنت طول بالك. تفضل. اللي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
قال في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا شو معنى قولك أنت هن بيقولوا الآب والابن وروح القدس؟ لو كنا نحن من نعرف ربنا عرفنا. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مع ذلك ربنا عز وجل أباح لنا أن نتزوج بالكتابيات وهن مشركات، لأنهن يعتقدن بالثالوث وبصلبه مثل ما أنتوا عارفين. ولكن الشيء اللي الحقيقة يجب بيانه والتحدث والددن حوله هو ما يغفل عنه كثير من الشباب الذين يذهبون، بل الأولى أن نقول الذين يبتلون بالذهاب إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الكفر والفسق والفجور، أوروبا أو أمريكا، ثم بيتزوجوا من النصرانيات هناك بدعوى أن الله أباح ذلك. ما خلص؟ ما خلص؟ أقول هنا في غفلة خطيرة جدا عن هؤلاء الشباب عن الوصف الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة. ما قال والنساء الكتابيات، قال والمحصنات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. شو معنى محصنات؟ يعني العفيفات الشريفات. وين هذول اليوم في بلاد الغرب؟ غير موجودات. بناء على هذا الوصف، وكان باستطاعتي يقول لك لا ما بيجوز، لكن هذا ما بيجوز لأن هذا صدم القرآن. القرآن بيقول بيجوز، لكن جايب عبارة مهمة جدا، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. اليوم الأصل في بلاد أوروبا وأمريكا وبلاد الكفر كلها، الأصل فيها أن لا ترى فيها محصنة، أن لا ترى فيها عفيفة في هذا الزمان. قبل هذا الزمان بنحو 60-70 سنة كان الزنا فاشيا بين الكتابيات، لأنه كما يقول الفقهاء ليس بعد الكفر ذنب. لكن بلا شك الكتابيات في عهد نزول الآية غير هن في هذا العهد، ولذلك ذكر المحصنات لأنه في محصنات يومئذ. لكن هذا الإحصان بدأ يقل مع مرور زمان، وانفقد بالكلية في هذا الزمان اللي سيطرت المادة والشهوة الحيوانية على الرجال والنساء إلى درجة غريبة جدا جدا، ما كان يخطر في بال إنسان عاقل، ولا أقول إنسان مسلم، أن يصل الانحطاط في الشهوة الحيوانية إلى درجة أن البرلمان البريطاني يتخذ قرارا بإباحة اللواط. ما كان يخطر في البال هذا أبدا. أردت أن أقول قبل هذا الزمان كان النصارى عندهم شيء من الحشمة، شيء من المحافظة على الشرف والعرض والعفة، ولكن كانت الزنا قد بدأ ينتشر بكثرة إلى آخر العهد العثمانيين. فقد حدثني أحد الضباط الأتراك الذين كانوا وصلوا مع الجيش التركي إلى بلاد رومانيا اللي بتسمعوا اليوم شيء من أخبارها،
فوصل الجيش التركي هناك فاتحا في التاريخ الإسلامي مرارا تكرارا، ولا يزال حتى اليوم يوجد هناك مساجد بناها الأتراك. الشاهد حدثني هذا الضابط من فمه إلى أذني كما يقال، قال كنا نسمع من النمساويين والنمساويات أن القابلة التي تتولى وضع المرأة الحامل فإن كان الوليد أنثى رأسا أدخلت إصبعها في فرجها مشان تفد إيش بكارتها. لماذا؟ حتى إذا بلغت سن الرشد وتزوجها الزوج ووجدها مفضوطة البكارة رأسا قدم له الجواب. هذا ليس لأنها خادنت وزنت، وإنما لأنه هيك العادة قابلة. هذا قديما، أما الآن فما دمت الإقرار بإباحة اللواد ولذلك فبتلاقي البنت أمام أبيها وأمها تخادن وتخادن ولا أحد يقول لها شو عم تساوي. لذلك إذا لاحظنا هذه الصفة في الآية الكريمة والمحصنات فلا يجوز الشباب المسلم اليوم أن يتزوج كتابية، أولا من هذه الحيثية لأنه لا محصنات، وثانيا إذا أتى بها إلى بلاد الإسلام فسوف لا تنسجم أطباعها وأخلاقها مع الجو الإسلامي، وسيكون أحد شيئين، إما أن تضطر وتترك الجو أو أن يضطره يسيرها، فبدل ما هي تتجاوب معه يصير هو بيتجاوب معها. حينئذ هذا الزواج لا يشرع، لأن الله عز وجل حينما أباح للمسلم أن يتزوج النصرانية وحرم على المسلمة أن يتزوجها نصراني ذلك لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. فإذا صارت المرأة الأوروبية اليوم هي التي ستسيطر على الزوج وعلى تربية أبناء هذا الزوج منها، حينئذ ذهبت الغاية والحكمة التي من أجلها أباح الله عز وجل يومئذ للمسلم أن يتزوج المحصنة من الكتابيات. هات نشوف شو سؤالك. هل العقد على النصرانية هذه اللي في هذه الأيام يعتبر باطل أم أن الزواج حرام؟ لا لا أنا بحكي عن الزواج، بحكي عن الزواج. نعم يعني لو عقد عليها وتزوجها طبعا. نعم لأنه هذه ينبغي أن تكون محصنة لأن تحقق الشرط. لم يتحقق في خلق تغيجه. صحيح فضل. ما هو هدف السلفية الدعوة السلفية هو المقصود منها، ولماذا بعض الناس يعادون هذه الدعوة؟ ايه هذا سؤال، هذا سؤال طيب. ايه لا معلش، الدعوة السلفية هي الرجوع في فهم الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف الصالح، هي بعبارة أخرى التمسك بسبيل المؤمنين. هذا السبيل الذي من خالفه من المسلمين بيكون حق عليه وعيد رب العالمين في قوله الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. فإذا الدعوة السلفية، ونحن تكلمنا في هذا الموضوع عشرات المرات،
وعند الأخ أبو أحمد تساجيل عديدة وفيها تفاصيل متنوعة، ولا أستحسن الآن أن نخوض بتفصيل في إتمام الجواب عن هذا السؤال، وإنما الجواب بإيجاد هدف الدعوة السلفية هو الرجوع بالمسلمين إلى أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، لأنه هذا الذي كان عليه سلفنا الصالح هو سبيل المؤمنين، فإذا خالفناهم في ذلك حق علينا وعيد رب العالمين في الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قلت آنفا، هذا البحث طويل الذيل جدا، ولكن لابد من ضرب مثال واحد لبيان الفرق بين ما عليه المسلمين اليوم وبين ما كان عليه المسلمون الأولون الذين نحن ندعو الناس إلى السير على سبيلهم. اليوم تمر هنا في المقبرة اللي تحت فتجد كل قبر شكل، وتجد القبور كثير منها مرتفعة عن الأرض، بينما لم تكن القبور هكذا في عهد الرسول عليه السلام وعهد السلف الصالح. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، ونهى عن الكتاب على القبر، وعن زخرفة القبور وبناء القباب والمساجد، وأنت ترى هذه النواهي كلها واقع اليوم. فنحن نقول لهؤلاء المسلمين: عودوا إلى ما كان عليه أصحاب الرسول. لم يكن هناك قبر يتميز على قبر، قبر يرفع عن الأرض أكثر من شبرين أو شبر، لم يكن شيء من ذلك. وأنت كل يوم ما مرات في المقابر تلاقيها مخالفة لسبيل المؤمنين. الآن أنت في تمام سؤالك تقول: ولماذا كثير من الناس يحاربون هذه الدعوة؟ نقول: محاربة دعوة الحق دائما وأبدا في كل زمان ومكان يكون الباعث عليها أحد شيئين أو كلاهما معا، أحد شيئين أو كلاهما معا: الجهل بحقيقة هذه الدعوة، أو الكفر بها. فالذين حاربوا دعوة الرسول عليه السلام ينقسمون إلى قسمين: قسم حارب الدعوة لأنه لم يتبين له حقيقتها وصدق دعوتها، ولما تبين له ذلك اتبعها. منهم كل الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، هذا كان من ألد الكفار ضد دعوة الرسول عليه السلام، مع ذلك لما تبين له الحق آمن. فلماذا آمن؟ لأنه تبينت له دعوة الحق فآمن بها. إذن لماذا لم يكن قد آمن من قبل؟ لأنها ما ظهرت له. لكن بقية الكفار ومنهم أبو جهل الضال قتل في غزوة بدر كافرا معاندا، فهو إذن مات محاربا لدعوة الحق لأنها تبينت له من جهة، ولأنه كفر بها من جهة أخرى. وهكذا التاريخ يعيد نفسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التاريخ يعيد نفسه. فكثير من الناس يسمعون الدعوة السلفية ولا يعرفون حقيقة أمرها، ولذلك فهم يعادونها. آخرون يعرفون حقيقة أمرها، كما كان الكفار المعاندون يعرفون حقيقة دعوة الرسول عليه السلام، ومع ذلك فهم كما قال ربنا في القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الجنسان دين موجودين اليوم في أرضنا مع الأسف الشديد. هذا هو الجواب عن سؤالك. إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الله أكبر. نعم، سنة الله في خلقه. نعم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الله أكبر. نعم، سنة الله في خلقه. نعم. هناك هل يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء على المائدة أو غيرها، وخاصة أخذ زوج وأخت الزوجة؟ ما يجوز يا أخي، لأنه اليوم التربية ليست تربية إسلامية. كان يمكن أن يقال بجواز مثل هذا الأمر العارض فيما لو كان هناك تربية إسلامية. أي مثلا الزوجة أمام سلفة، يعني أخو زوجها، تظهر بثياب شرعية وتظهر بوجهها الطبيعي، مو محمرة ولا مغدرة ولا مكياج ولا أي شيء، ثم تحافظ على أدبها في حديثها إن تحدثت، فلا بسمة ولا ضحكة ولا غمز من باب أولى. لكن هل لهذا وجود في تربيتنا الحاضرة؟ الجواب لا وجود له، لذلك نقول لا يجوز.